السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى أخبار عمان من تلفزيون سلطنة عمان. ومن أبرز العناوين: جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس الصومالي. الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يبحث الوضع في سوريا مع ديمستورا. أرى أن دور السلطنة مهم جدا، ولهذا السبب فأنا دائما في تواصل مع معالي يوسف بن علوي. مجلس البحث العلمي يعلن نتائج البحوث الفائزة بالجائزة الوطنية للبحث العلمي ومسابقة الابتكار الفردي. مجلس الشورى ينتخب رئيسه ونائبيه يوم الأحد المقبل في جلسة استثنائية علنية. وفي أخبار المحافظات تتابعون ملتقى التواصل الاجتماعي الرابع يناقش في ولاية صور دور الأسرة في التوظيف الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جيمي موراليس بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية غواتيمالا. أعرب فيها جلالته عن صادق تهانيه وأطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح في تحقيق التقدم والرقي لشعب غواتيمالا الصديق وللعلاقات الثنائية بين البلدين بالتطور والنماء. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة الذكرى 92 لإعلان الجمهورية، تضمنت خالص تهاني وصادقة تمنيات جلالته له بوافر الصحة والهناء وللشعب التركي الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود تتصل بالعلاقات الثنائية والسبل الكفيلة لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين. تسلم الرسالة معالي يوسف بن علو بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، وذلك خلال استقباله اليوم معالي داود محمد عمر مستشار رئيس جمهورية الصومال للثروات الطبيعية. وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين. تبادل وجهات النظر بشأن الوضع في سوريا أبرز نقاشات معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية مع معالي ستيفان ديمستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا. كما جرى خلال المقابلة استعراض العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. تحركات دبلوماسية لحل الأزمة السورية، مسقط محطة أساسية لها وللسلطنة دور مهم لتقريب وجهات النظر وإنهاء هذه الأزمة بالطرق السياسية مع ضرورة وقف العمليات القتالية. هذا ما أكده معالي ستيفان ديمستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. الهدف من زيارتي للسلطنة هو التشاور مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية الذي التقى الرئيس بشار الأسد مؤخرا، ونقل اهتمام جلالة السلطان إلى دمشق لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يشمل جميع السوريين وضرورة وقف العمليات العسكرية على كافة المستويات. من الواضح أن هناك الكثير من التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها السلطنة، وجاءت زيارة معالي يوسف بن علوي إلى دمشق في إطار تلك التحركات. وبالتأكيد فإن مؤتمر فيينا الذي سينعقد قريبا في ظروف بالغة الدقة يجب استغلاله لإنهاء الأزمة السورية في الإطار الدبلوماسي. أرى أن دور السلطنة مهم جدا، ولهذا السبب فأنا دائما في تواصل مع معالي يوسف بن علوي للحصول على نصائح ومقترحات تصب في سبل إنهاء الأزمة السورية. أعلن مجلس البحث العلمي قائمة المشروعات البحثية الفائزة بالجائزة الوطنية للبحث العلمي والابتكارات الفائزة بمسابقة الابتكارات الفردية، بالإضافة إلى تكريم عدد من المشاريع البحثية الطلابية
وذلك ضمن فعاليات حفل اختتام الملتقى السنوي الثاني للباحثين الذي رعاه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان رئيس مجلس البحث العلمي. المشروعات الفائزة تم اختيارها عبر آلية تقييم المشروعات الابتكارية الفردية التي تشمل على عدة محاور، منها عنصر الابتكار ومدى القابلية للتطبيق والفرص التجارية ومدى النجاح التسويقي في المستقبل القريب وتحقيق الاستفادة التقنية والاجتماعية والاقتصادية الشاملة للسلطنة. الجائزة قسمت على فئتين، منها فئة حملة الدكتوراه وفئة الباحثين الناشئين دون الدكتوراه، وشملت قطاع التعليم والموارد البشرية وقطاع البيئة والموارد الحيوية وقطاع البيئة والموارد الحيوية وقطاع الصحة وخدمة المجتمع. ينتخب مجلس الشورى رئيسه ونائبيه يوم الأحد المقبل. وقال سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى إنه تقرر دعوة الأعضاء المنتخبين للفترة الثامنة للجلسة الاستثنائية لانتخاب رئيس ونائبي رئيس مجلس الشورى الأحد المقبل، مشيرا إلى أن هناك لجان عمل مشكلة واستعدادات لهذا الحدث من أجل إنجاحه وإبرازه بالصورة المطلوبة. وكان المواطنون الناخبون في جميع ولايات السلطنة قد انتخبوا الأحد الماضي 85 عضوا للفترة الثامنة من مجلس الشورى. أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم عن الفائزين في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 25، حيث فاز 3 متنافسين في كل مستوى من مستويات المسابقة 6. وتقدم المسابقة هذا العام أكثر من 1500 منافس. المسابقة تهدف لحث العمانيين على حفظ القرآن وإيجاد قارئين مجيدين للقرآن الكريم متقنين لأدائه، بالإضافة إلى تعزيز حضور السلطنة في المسابقات القرآنية الدولية. أولا، حفظ القرآن الكريم كاملا. جاء في المركز الأول المتسابق عبد الله بن خليفة بن عديم الصبيحي من مركز سناو وحقق المركز الأول. المستوى الثاني حفظ 24 جزءا. جاء في المركز الأول مبارك بن مسلم بن سالم العامري من مركز صلالة. المستوى الثالث وهو حفظ 18 جزءا من القرآن الكريم. جاء في المركز الأول أمجد بن هلال بن محمد البوسعيدي من مركز نزوة. المستوى الرابع وهو حفظ 12 جزءا من القرآن الكريم. جاء مروان بن محمد بن سرحان الحبسي من مركز سناو في المركز الأول. المستوى الخامس وهو حفظ 6 أجزاء من القرآن الكريم. جاءت رضا بن سالم بن الصغير الوهيبية من مركز إبرة في المركز الأول. المستوى السادس وهو حفظ 2 من القرآن الكريم. جاءت البتول بنت أحمد بن مطر البادية من مركز البريمي في المركز الأول. الحزمة الثالثة لمطار صحار ومجمع إبرة الرياضي وتوسيعة شبكة توزيع المياه بولاية بدبد أبرز المشروعات التي أسندها اليوم مجلس المناقصات بقيمة إجمالية تزيد عن 98 مليون ريال عماني. وخلال اجتماعه برئاسة معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات، قام المجلس بفتح المظاريف المالية لمجموعة من المشروعات، منها مشروعات إنشاء طريق الباطن السريع للحزمة 7 و8 و9 و10، وإنشاء خط نقل المياه من بوشر إلى السيب، وإنشاء شبكات توزيع المياه بولايات نخل والعوابي ووادي المعاول، وتنفيذ ازدواجية طريق سماء المدرة. كما قام المجلس بفتح العروض الفنية لمشروعات إنشاء أنابيب محطة الدقم وإنشاء طريق وادي غور الرحبة سند بولاية الحمراء، والأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى السلطان قابوس الجديد بمحافظة ظفار، وإنشاء سد التغذية الجوفية على وادي سليف بولاية عبري. 20 عاما على انطلاق مسيرة التعليم العالي الخاص بالسلطنة، والذي يهدف إلى توسعة رقعة التعليم وتحفيز المنافسة بين مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة. كما يفتح التعليم العالي الخاص المجال للاستثمار في قطاع التعليم العالي، خصوصا المجالات الفنية والعلمية التي يحتاجها سوق العمل. رعى فعاليات الحفل معالي الدكتورة راوية بن سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي. أيها الحفل الكريم،
الاحتفاء بالذكرى العشرين لتأسيس التعليم العالي الخاص بالسلطنة، والذي يأتي ضمن اهتمامات وزارة التعليم العالي بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وذلك من خلال إبراز المساهمة الفاعلة لتوسعة رقعة التعليم، بالإضافة إلى تحفيز المنافسة بين مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة. التعليم العالي الخاص جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم العالي في سلطنة عمان، والتعليم العالي الخاص يقع تحت مظلة وزارة التعليم العالي، هي تشرف على كل مؤسسات التعليم العالي الخاص. كل البرامج مثل ما أسلفت، كل البرامج المقدمة هي البرامج اللي بتهدف إلى احتياجات البلد من النواحي التنموية. إيجاد الفرص لإكمال مسيرة التعليم العالي داخل السلطنة أبرز أهداف فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع التعليم العالي، بالإضافة إلى رفض سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل خلال المرحلة المقبلة. في سباق أصلا بين الكليات على أساس أن يكونوا من أفضل الكليات، لأن توجه الطلاب على اساس ان بعض التخرج يكونوا ذا جوده يعني عاليه في سوق العمل. كليه مجان اول تجربه للاستثمار في قطاع التعليم، والذي كان في عام 1995، ياتي بعدها عدد من الجامعات والكليات الخاصه التي تسهم في بناء جيل قادر على التفاعل بايجابيه مع واقع العصر ومعطياته. ذكرى العشرين تأتي بمثابة إنجاز للكلية. الكلية صار لها الحين 20 سنة، بدأت كلية صغيرة بعدد طلاب قليلين، وشفتها بنفسي تتطور كل سنة، وكل سنة يزيد عدد التخصصات وتزيد عدد الطلبة. مشاركة واسعة من مختلف المؤسسات التعليمية للاحتفاء بالذكرى العشرين لتأسيس التعليم العالي بالسلطنة. ذياب بن عبد الله النوفلي، محافظة مسقط. شرح آلية مهام الصيدلاني وتطبيق الأنظمة الحديثة في مجال الصيدلة أبرز أهداف مؤتمر عمان للصيدلة 2015 الذي أقيم في كلية عمان الطبية. المؤتمر شارك فيه محاضرون دوليون وصيادلة وطلاب. رعى افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور علي بن سعود السبيماني رئيس جامعة السلطان قابوس. إدخال الأنظمة الحديثة في مجال الصيدلة والانتقال من الصيدلة التقليدية إلى الصيدلة السريرية المتطورة وتوظيف الدور المستحدث للصيادلة أبرز أهداف مؤتمر عمان الخامس للصيدلة 2015. الهدف منه طبعا أن نستقطب مختلف الجهات المعنية للتفاعل مهنيا مع بعض، ومن ضمنهم الأطباء والصيادلة والطلبة والباحثين الجدد لمناقشة الأمور الجديدة والمستحدثة في الصيدلة. المؤتمر جاء تحت شعار الدور المستحدث في نظام الرعاية الصحية، يشارك فيه أكثر من 300 مشارك من دكاترة وصيادلة وباحثين وطلاب من مختلف الجامعات والمؤسسات المحلية والدولية. يعرض فيه أوراق عمل في مجالات التعليم الصيدلاني والتدريب والتطبيق وشرح أحدث الطرق لممارسة مهنة الصيدلة الحديثة. المؤتمر هذا راح نطرح فيه تطور الصيدلة بشكل عام في الخليج، في المملكة، في السلطنة، إيش المستقبل، إيش المرئيات اللي نراها راح تتطور في تخصص الصيدلة من ناحية التطور من الصيدلة العادية إلى نظام الصيدلة السريرية. صاحب أعمال المؤتمر معرض قام فيه متخصصون وطلاب بتقديم أكثر من 40 ملصقا توضح مسار التطور في مجال الأدوية وأنظمة تسليم الدواء وعرض بحوث استقصائية حول المشاكل الطبية الشائعة. بعض المشاركات العلمية اللي عملناها هنا البوسترز كان في تفاعل وفي أنشطة كثيرة عملناها. أكثر شيء التركيز معنا كان في المجال العلمي. سيتطرق المؤتمر إلى تفعيل الجوانب الوظيفية للصيدلاني وفتح مجالات دراسة درجة الماجستير والدكتوراه لتمكين الصيدلاني بالسلطنة ودعم هذا القطاع الصحي. المؤتمر على مدى يومين تطرح فيه مناقشات ورؤى وواقع الصيدلاني بالسلطنة، كما يبحث سبل تعزيز التوافق بين المهنية والتطبيق العملي. أحمد بن راشد الهنائي، مسقط.
استخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. تدشين 4 أفلام وثائقية ترصد الأبعاد الإنسانية والثقافية والاجتماعية لولاية نزوة. المستقبل يملكه من يؤمن بنفسه وطموحاته وأحلامه ويعمل على بناء وطنه. المستقبل ملك لنا كشباب لهذا الوطن، ومسؤوليتنا أن نعمل بجد وإتقان سعياً للنهوض بعمان. آن الأوان منا أن نكون طرفاً فعالاً في مسيرة النهضة، لنرتقي بأنفسنا وترتقي معها عمان. عمان تتقدم بشبابها. أهلا بكم من جديد. الأمن والاستقرار السياسي للسلطنة الذي جاء وفق دبلوماسية هادية تعترف بالآخر وتتشاور معه أهم ما تم التأكيد عليه في ختام مؤتمر عمان الأول للبروتوكول والمراسم. العديد من أوراق العمل قدمت في مجال البروتوكول بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة. رعى ختام المؤتمر صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية. عدة محاور تناولها اليوم الختامي لمؤتمر عمان الأول للبروتوكول والمراسم، من أهمها أساسيات الاستقبال والنظم الدولية المتبعة وأدبيات المراسم الرسمية. نحن ننظم هذا المؤتمر على مستوى دول العالم، وهذه السنة في السلطنة، وهو يركز على طرق التعامل الدبلوماسي والمراسم وطرق الاستقبال وتنظيم الفعاليات الرسمية، فهو يسقي المهارات الموظفين خاصة في مجال العلاقات الدولية. كما تضمنت فعاليات اليوم الختامي الطرق المثلى في التعامل مع تنظيم الفعاليات والندوات وجلسات المباحثات الرسمية ومتطلبات التنظيم وطرق التحضير لها وفقا لأحدث المعايير الدولية. أوراق العمل التي قدمها خبراء دوليون في مجال المراسم والبروتوكول تناولت أيضا النظم المتبعة في ترتيب الأعلام والرموز في المحافل الدولية، إضافة إلى العديد من الأساسيات المتبعة في مجالات الاتفاقيات الرسمية. وفي الختام تم تكريم المشاركين في المؤتمر من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وممثلي القطاع الخاص. مؤتمر عمان الأول لأعمال البروتوكول والدبلوماسية يأتي من أجل صقل مهارات المشاركين بالعديد من المهارات الدبلوماسية في مجال التعامل الرسمي مع المنظمات الدولية، وكذلك الاستفادة من خبرات الشركات المنظمة لهذه الفعالية. سيب بن خلفان الكندي من فندق كراون مسقط. احتفلت كلية العلوم الشرعية بتخريج الدفعتين 7 و8 من طالباتها. رعى حفل التخريج صاحبة السمو السيدة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الخارجي. محاضرات ومناقشات 168 خريجة، هن مجموع دفعتي 7 و8 من تخصص الدراسات الإسلامية. احتفلت كلية العلوم الشرعية بتخرجهن، وذلك بعد تأهيلهن علميا وعمليا في علوم العقيدة والفقه وأصوله وعلوم اللغة العربية والتاريخ والقانون. أكملت الإجازة العالية تخصص الدراسات الإسلامية البكالوريوس. أحمد الله تعالى شعور عظيم ينتابني بهذه المناسبة العظيمة والطيبة. كلمة الخريجات ركزت على الجهود التي بذلت من قبل الكلية من خلال توفير الأجواء الدراسية المناسبة.
شكري موصول لكل من ساعدنا من مشايخ ومن إدارة ومن الأهل والأصدقاء، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نشكر الله. ونحن طبعا في قمة السعادة بما أننا اجتزنا 4 سنوات في دراسة العلوم الشرعية. مجالات مختلفة تنتظر الخريجات في سوق العمل، من الوعظ والإرشاد إلى المجال القضائي والقانوني والتربوي. الطالبات اللواتي يتخرجن من في كلية العلوم الشرعية في هذا التخصص لهن مجالات يعني عمل متنوعة في قطاعات الدولة المختلفة، منها مجال الوعظ والإرشاد النسوي، ومنها كذلك التربية التعليم، بالإضافة إلى أن هؤلاء الطالبات أيضا يلتحقن بسلك القضاء أيضا والمحاماة، فبعضهن يلتحق بالادعاء العام والكاتب بالعدل. آسيا بنت عبد الله بن سالم النظيرية. نجية بنت عامر بن حمدان القاسمية. هذه الكوكبة من خريجات كلية العلوم الشرعية، أهن تأهيلا علميا وعمليا من علوم القرآن الكريم والحديث وعلوم العقيدة والفقه، بالإضافة إلى علوم القانون واللغة العربية. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط. تلقى معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع دعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، ووزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور المعرض الدولي 14 للطيران الذي يقام بإمارة دبي الشهر المقبل. جاء ذلك خلال استقبال معاليه سعادة محمد سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السلطنة. كما تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة وتبادل وجهات النظر في الأمور ذات الاهتمام المشترك كان أبرز محاور اجتماع مجموعة البرنامج المشترك العماني الباكستاني. ترأس الاجتماع من الجانب العماني اللواء الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية، فيما ترأس الجانب الباكستاني الفريق نجيب الله خان مدير عام قيادة هيئة الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. بمشاركة واسعة لمختصين من داخل السلطنة وخارجها في مجالات الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق، اختتمت اليوم بمعسكر المرتفعة ندوة الأمن والسلامة التي نظمتها رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة. هدفت الندوة إلى الاطلاع على ما هو جديد في مجالي الأمن والسلامة والاتصالات ودورها في الحد من الأخطار، إضافة إلى الاحتياطات الوقائية من أخطار الحريق والتعريف بالمعدات وأنظمة مكافحة الحريق الحديثة وتقديم الاستشارات الفنية. وصل سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في المملكة العربية السعودية وسط استقبال رسمي وشعبي للسفينة. واستقبلت السفينة الزوار من طلبة المدارس والمعاهد بمدينة الدمام. وستغادر السفينة ميناء الملك عبد العزيز مساء يوم غد متجهة إلى ميناء الملك سلمان بمملكة البحرين في إطار مهمتها في رحلة شراع التعاون 2015 إلى مواني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. التزام السلطنة بالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، هذا ما أكدته الحلقة التعريفية التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية. تهدف الحلقة إلى تعريف القضاء وأعضاء الادعاء العام والشرطة والمختصين بالاتفاقية الدولية لدرء أنواع التمييز على المرأة في المجتمع. رعى افتتاح أعمال الحلقة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية. توضح آخر خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية إلى تطور الحالة الجوية إلى منخفض مداري يتمركز جنوب بحر العرب اليوم الأربعاء.
وتتراوح سرعة الرياح السطحية حول المركز من 20 إلى 25 عقدة، ويبعد مركزه حاليا 1100 كيلومتر عن الساحل الجنوبي الشرقي. وتشير آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى احتمال تعمقه إلى منخفض مداري عميق وتحركه باتجاه الشمال الغربي دون وجود تأثيرات مباشرة على سواحل السلطنة خلال الساعات 48 القادمة. فترتنا الإخبارية مستمرة، وننتقل بحضراتكم الآن إلى جولة مع أخبار المحافظات. الاطلاع على بعض القضايا المجتمعية نتيجة للاستخدام السيء لهذه الوسائل أبرز ما تناوله ملتقى التواصل الاجتماعي الرابع المقام بولاية صور، الذي حمل عنوان دور الأسرة في التوظيف الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي. ويهدف الملتقى إلى نشر الوعي حول استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي. رعى الملتقى معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية. نظرا لتطور تقنيات التكنولوجيا ووسائل الاتصال، فقد ازدادت مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والشباب، الأمر الذي شكل تحديا للأسر من أجل حماية أطفالها وشبابها وأفرادها كافة. هذا ما أكد عليه ملتقى التواصل الاجتماعي في نسخته الرابعة هذا العام، مركزا على مخاطر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على الأسرة وأفرادها. هناك اهتمام كبير من جانب الوزارة بهذا الجانب، والملتقيات التي تقام فيما يتعلق بالتواصل الاجتماعي تركز بالاهتمام بالأسرة وأيضا المشاكل التي تعاني منها الأسرة. أعتقد أنه في الوقت الراهن القضية الكبرى هي وسائل التواصل الاجتماعي والاهتمام باستخدامها بما ينفع الأسرة ولا يضر أي من أفرادها. ملتقى التواصل الاجتماعي هدف إلى توعية الأسرة والمجتمع حول ظهور الطرق والوسائل الحديثة المستخدمة في شبكات التواصل الاجتماعي وربط استخدامها بالتنمية المجتمعية لنشر الوعي. هذه الملتقيات تبث الروح يعني لدى الجميع، وتقدم الجانب التوعوي في كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. الملتقى تناول عددا من المحاور المتعلقة بالتوظيف الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني ومهارات التواصل المستخدمة، قدمها مختصون في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفنية بمشاركة عدد من أولياء الأمور والطلاب والطالبات. في هذا الملتقى لقد عالجت الكثير من القضايا حول شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها كيفية استعمال مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الصحيح والشبكات بالشكل الصحيح، وكيف وقفوا أولياء الأمور مع أبنائهم لمعالجة هذه القضايا في السلطنة. مثل هذه الملتقيات تزيد من معرفة ما هي إيجابيات وسلبيات مثل هذه الشبكات التواصل الاجتماعي، وتسليط الضوء على الأسرة في توجيه أطفالها وجميع من هم يشكلون تلك الأسرة في الطريقة الصحيحة. رؤية الملتقى سعت للمساهمة في بناء أسرة واعية حول الآثار المختلفة لشبكات التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع. وتعمل ملتقيات التواصل الاجتماعي على معالجة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتماسك الاجتماعي والحفاظ على دور الأسرة وتعزيز قيم المواطنة لدى الأطفال والشباب. صالح بن حمد الحبسي، كلية العلوم التطبيقية بصور، محافظة جنوب الشرقية. استغلال الحدائق والمنتزهات العامة وبعض المواقع للاستثمار بما يساهم في تنويع مصادر الدخل وينشط الحركة السياحية. مواضيع ناقشها المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة في اجتماعه الثامن من السنة الثالثة برئاسة سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة. مناطق لا قدر الله تنقصها بعض الخدمات وغيره كذا،
بعد تصديقه على محضر الاجتماع السابق واستعراضه الردود الواردة من بعض الجهات الحكومية، استضاف المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة في اجتماعه الثامن من السنة الثالثة المختصين من الشركة العمانية القطرية للاتصالات للاطلاع على خططهم الحالية والمستقبلية، مع التركيز على الخدمات والتسهيلات التي يقدموها للمستفيدين من المواطنين والمقيمين. تم مناقشة المواضيع المتعلقة بالاستثمار بعام، خصوصا فيما يتعلق المواقع الاستثمارية الموجودة في المحافظة شمال باطنة في ولاياتها. كذلك تم المناقشة آليات استثمار هذه الأراضي، كذلك بالنسبة لآليات الطرح وآليات توقيع العقود الاستثمارية مع المستثمرين بما يخدم طبعا المجتمع سواء كان مواطن أو مقيم. كما استعرض المجلس مع المسؤولين بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلدية صحار المواقع المقترحة للاستثمار وآليات استثمارها بما يساهم في استغلالها تجاريا وسياحيا ويساعد في تنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى إيجاد حلول للصعوبات التي تعترض استغلال المواقع مع إيجاد التسهيلات اللازمة. استعرض سعادة الشيخ المحافظ الردود من الجهات الحكومية اللي طبعا رفعت سابقا منا كمجلس بلدي بشمال الباطنة. تم عرض مرئي من الشركة العمانية القطرية شركة أريدو، وطبعا طالبناها بأنها تعرض علينا كذلك الخطط الحالية والمستقبلية وما تم من إنجازات خلال فترة عملها في السلطنة. تم عرض ورقة عمل بلدية صحار فيما يخص الاستثمار، حيث تناولنا رؤية البلدية في مجال الاستثمار في ولاية صحار. أيضا تم عرض أهداف البلدية وما تسعى إليه البلدية في هذا الجانب. وركز الاجتماع على الجوانب التي تساهم في تطوير المحافظة ورقيها، بالإضافة إلى الأعمال الخدمية التي تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر. كما أشار المجتمعون إلى ضرورة استغلال هذه الحدائق والمتنزهات العامة وتفعيلها تجاريا بما يخدم المصلحة العامة. منصور بن ناصر السعدي، ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. ازدواجية طريق البريم محضة كان في مقدمة الموضوعات التي تناولها المجلس البلدي بمحافظة البريمي في اجتماعه الثامن هذا العام. كما ناقش المجلس في اجتماعه موضوع المياه إضافة إلى رصف الطرق الداخلية لولايات المحافظة الثلاثة. ازدواجية طريق البريم محضة من المشروعات التي من المنتظر أن تحدث نقلة نوعية في العديد من الجوانب الحيوية في المحافظة، لذلك تصدر هذا الموضوع جدول أعمال المجلس البلدي في اجتماعه الثامن هذا العام. بدأنا في شهر إبريل الماضي رصف العديد من الطرق الداخلية في المحافظة، كان نصيب ولاية البريمي منها 30 كيلومتر موزعة على المناطق المخططات الحديثة في الولاية، ونالت منطقة الغريفة ومنطقة أرض الجو نصيب الأسد من هذه الطرق. بالنسبة لولاية المحضة أيضا توزعت على قرى ومناطق الولاية، وكان هناك ما يقارب 20 كيلومتر، إضافة إلى 10 كيلومتر في ولاية السنينة. وتشهد المحافظة تنفيذ العديد من الطرق الداخلية في ولايتها الثلاث، وهذا ما أكدت عليه المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه في عرضها المرئي. تقييم وضع الطرق الرئيسية ومن ضمنها الطريق الرابط بين ولاية محضة وولاية البريمي اللي بيكون إن شاء الله في حدود بين 24 أو 25 كيلومتر. قامت الشركة الاستشارية بعرض التصميم المبدئي على الأعضاء، وتم تداول ما هي أهم المقترحات اللي وضعها الأعضاء سابقا واللي تعكس وجهة نظر أيضا للأهالي. تم نقاش وطرح موضوع متابعة طريق البريمي، مركز ولاية محضة مع نيابة الروضة، وهو الطريق الذي طبعا حاليا خلال فترة
مرحله الانشاء. انجز منه 61%، الطريق يفترض ان يكون جاهز باذن الله وفق البرنامج المحدد مع انتهاء الانشاء خلال اغسطس 2016. الوضع المائي في المحافظه كان هو الاخر محل اهتمام اعضاء المجلس، حيث تم التطرق إلى أبرز الحلول التي يمكن اتخاذها تفاديا لشح المياه الجوفية، إضافة إلى مناقشة الوضع الحالي للسدود المائية. خلال هذا العام 2015 انتهينا من صيانة تقريبا 8 أفلاج في المحافظة، والمزيد من الصيانات ستتم خلال العام القادم بإذن الله تعالى، وخلال أيضا الخطة الخمسية القادمة. كما طلب أعضاء المجلس البلدي بتوسعة وحدة غسيل الكلى بمستشفى البريمي نظرا لزيادة أعداد المستفيدين منها، إضافة إلى وجود مقترح لتطوير نيابة الروضة بولاية محضة. أنور بن زاهر الغريبي، محافظة البريمي. استعرض المجلس البلدي بمحافظة الوسطى خلال اجتماعه المشروعات التي ستنفذ في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وبحث الاجتماع أيضا عددا من المواضيع التنموية والخدمية التي وردت إليه من قبل المواطنين، مع التأكيد على أهمية الإسراع في تنمية المحافظة خلال المرحلة المقبلة. ترأس الاجتماع سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى. استعرض أيضا المجلس في هذا اليوم حقيقة مقترح يعني إمكانية إنشاء مركز لتدريب القائمين على الصناعات الحرفية بمحافظة الوسطى، وتم الاتفاق في هذا السياق بتشكيل فريق عمل مصغر لإمكانية تقديم دراسة مبسطة حول نوعية الصناعات الحرفية التي تمارس في ولايات محافظة الوسطى، ومن ثم إمكانية رفع هذه الدراسة عند اكتمالها مستقبلا إلى الجهة المختصة للنظر في إمكانية إنشاء مركز للصناعات الحرفية بالمحافظة يضم كل القائمين على الصناعات الحرفية. ضمن فعاليات نزوى عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2015، دشنت وزارة التراث والثقافة 4 أفلام وثائقية قصيرة عن جوانب مختلفة من نزوى. الأفلام رصدت أبعادا إنسانية وثقافية واجتماعية أبرزت ما تزخر به نزوى من موروث حضاري وعمق تاريخي. رعى حفل التدشين سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج. الجمهور كان على موعد مع لحظة التدشين، تدشين 4 أفلام وثائقية بلغة الفن السينمائي، لتخرج لهم لوحة مرئية ومسموعة تعكس واقعا نابضا بموروث ثقافي حضاري تزخر به نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2015. أفلام السوق ونزوى في القصة الشعبية والنسخة والمرأة في نزوى تعاطت مع تفاصيل حياة مضت ولا زالت تنبض بعطائها اللامحدود. حبينا نوضح الجانب الإنساني، الجانب المرأة وهي اللي تعتبر نصف المجتمع طبعا. حبينا أن نوضح شنو كيف كانت المرأة قديما وكيف أصبحت حديثا، ما هي التطورات التي دخلت فيها، ما هي المأكولات التراثية، ما هو العمل التطوعي الذي تقوم فيه عادة، وما هو يعني من التراث ما زال موجودا حتى يومنا الحاضر. النسخة 1 من الأفلام التي سبرت جزءا من حياة الإنسان في ولاية نزوى ومدى ارتباطه بالفلج، ليركز على موقع النسخة وهو الكتاب الذي تسجل فيه حصص الفلج أو الوقف من المنظومة الإدارية المتكاملة للأفلاج في الولاية. فيلم النسخة وهو فيلم يتناول كتاب قديم جدا وتم توارثه من مئات السنين في نزوى، وهذه النسخة لا زالت موجودة إلى يومنا هذا، وهذا ما أردنا التوضيح من خلال هذا الفيلم بأن نبرز النسخة للمشاهد وللمجتمع في نزوى. هي أفلام إذن جاءت قصيرة في العرض
لكنها عظيمة بمقدار المحتوى الذي تناولته وسلطت عليه الضوء، فمساحات البعد الحضاري والثقافي والفكري والعلمي الذي تزخر به نزوة لن تكفيه الأفلام أو المجلدات. إذن هكذا ومن خلال 4 أفلام وثائقية قصيرة تابعنا جانبا مما قدمته نزوة من عطاء للحضارة الإنسانية عبر القرون المتعاقبة. سعيد بن الديب الهنائي من محافظة الداخلية ولاية نزوة. بهدف إثراء الحركة الثقافية في محافظة ظفار بشكل خاص وفي السلطنة بشكل عام، تم الاحتفال بافتتاح قاعة الأستاذ عبد القادر بن سالم الغساني بمكتبة دار الكتاب العامة. رعى الاحتفال سعادة الشيخ عبد الله بن سيف المحروقي نائب محافظ ظفار. وسط هذه البيوت القديمة والتي تمثل جانبا مهما من التراث العماني بمدينة صلالة تقع مكتبة دار الكتاب العامة. في هذه المكتبة تقع قاعة عبد القادر الغساني والتي تم الاحتفال بافتتاحها من خلال تقديم ندوة ثقافية حملت عنوان قراءة في سيرة الأستاذ. هذه القاعة ضمن مكتبة دار الكتاب سيكون لها دور مهم ورائد في نشر الوعي الثقافي وفي خلق فرص للباحثين في الاستزادة من خلال الكتب المعروضة والتي تزيد أكثر عن 8000 كتاب، وبالتأكيد فإنها هدية من قبل المرحوم لأبناء هذه المحافظة. الندوة اشتملت على تقديم 3 أوراق عمل، كانت الأولى بعنوان ملامح من البعد الروحي والأخلاقي في شخصية الأستاذ، قدمها الدكتور أحمد بن علي المعشني، والورقة الثانية كانت تحمل عنوان سيرة ومسيرة الشيخ، قدمها الأستاذ علي بن سعيد اليافعي. مساهمة منا في إثراء الحركة الثقافية بالمحافظة وترسيخا لمفهوم توفير وسائل المعرفة، جاءت فكرة إنشاء هذه القاعة لتكون رافدة للمكتبة في إيصال رسالتها الثقافية والأدبية من خلال احتضان الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وكل ما يتعلق بهذا الشأن. كتاب ظفار أرض اللبان الذي ألفه المرحوم الأستاذ عبد القادر الغساني كان موضوع الورقة الثالثة في هذه الندوة، والتي قدم فيها الدكتور محمد بن مسلم المهري قراءة أولية في هذا الكتاب. وفي الختام تم تكريم المؤسسات والأفراد الذين ساهموا في تنظيم هذه الندوة. نحن سعيدين جدا بانعقاد هذه الندوة، وهي تعطي مؤشر دليل على وعي الناس تجاه الكتاب وأهمية الكتاب والقراءة بشكل عام. إن القراءة في سيرة المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ عبد القادر الغساني يمثل قراءة مهمة في تاريخ الحركة الثقافية والتربوية في السلطنة، لما لهذه الشخصية من إسهامات كبيرة في هذا المجال. محمد بن أحمد سليم المهري، محافظة ظفار، صلالة. للحد من انتشار الأمراض غير المعدية، نظم مستشفى جعلان بني بو حسن بالتعاون مع الجمعية العمانية للسرطان بمحافظة جنوب الشرقية فعالية سرطان الثدي تحت شعار لا تنتظر حتى تتأخر. اشتملت الفعالية على محاضرة صحية بعنوان سرطان الثدي مفهومه وأنواعه وعوامل الخطورة، كما تضمنت الفعالية مسرحية هادفة حول أهمية الفحص المبكر وآلية العلاج. التعريف بمشروع نظام الحوسبة، حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الواحدة، أبرز نقاشات حلقة العمل التي أقامتها الإدارة العامة للجمارك في ولاية البريمي. ويهدف المشروع إلى تعزيز الرقابة الأمنية والصحية والبيئية والواردات والبضائع العابرة والمعاد تصديرها، إضافة إلى ارتباط جميع جهات القطاع العام والخاص مع الجمارك من خلال نافذة إلكترونية واحدة. كما يعمل المشروع إلى حوسبة جميع الإجراءات والعمليات المالية والمصرفية والتقليل من تكاليف عمليات الاستيراد والتصدير.
نظمت دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة مسندم حلقة عمل حول برامج وزارة الشؤون الرياضية المقدمة للشباب في السلطنة. وتهدف الحلقة إلى تعريف الشباب العماني بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تنظمها وزارة الشؤون الرياضية للشباب. جاءت المحاضرة والتي حضرها العديد من طلبة وطالبات المدارس وبعض الشباب باعتبارهم الشريحة الأكبر التي تركز عليها الوزارة والتي تحظى بنصيب الأسد من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها عبر دوائرها في مختلف محافظات السلطنة. جاءت في عدة محاور كالمحور الرياضي والثقافي والاجتماعي. فقد استعرض المتحدثون من دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة مسندم عن مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الدائرة خلال العامين الماضي والحالي. الهدف من مثل هذه اللقاءات ركزنا على فئة معينة اللي هي فئة الطلبة في المدارس، بحيث أن ننقل لهم الصورة الحقيقية لما تقدمه دائرة الشؤون الرياضية محافظة مسندم من أنشطة وبرامج طوال العام. وركزنا على البرامج اللي هي معتمدة في الخطط الرئيسية بالوزارة، وأيضا مثل هاي البرامج معممة أيضا وتنفذ على مستوى الولاية ومستوى الأندية في المحافظة. ولخصوصية المحافظة جغرافيا بين القرى الجبلية والساحلية، فقد تم التطرق إلى توزيع هذه الفعاليات على مختلف ولايات المحافظة ونيابة ليما والقرى الساحلية كقرية كمزار، لتصل هذه الأنشطة إلى أكبر نسبة من الشباب، وذلك دون إغفال شريحة ذوي الإعاقة وكذلك الأطفال والذين حظوا بتنظيم العديد من اللقاءات والورش والبرامج التي خصصت لهم لكي يظلوا على تواصل دائم مع المجتمع بمختلف شرائحه. كما قام الحضور بطرح الأسئلة والاستفسارات المختلفة حول هذه البرامج وكذلك عن مدى تفاعل المجتمع مع هذه الفعاليات والأنشطة ومدى التكامل في عمل الدائرة مع الأندية وباقية الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية. تتعدد الأنشطة وتتنوع الفعاليات التي تقدمها وزارة الشؤون الرياضية في مختلف محافظات السلطنة ولشرائح متعددة من شرائح المجتمع، وهذه المحاضرة جاءت فرصة سانحة للتعريف بهذه الأنشطة والفعاليات. نجم عبد الله الشحي من ولاية خصب محافظة مسندم. أقيم على مضمار سباقات الهجن بالفليج بولاية بركة السباق العام للهجن الأهلية والذي تنظمه الهجانة السلطانية وسط مشاركة واسعة من مربي وملاك الهجن على مدار 3 أيام. السباق تضمن 17 شوطا لمسافة 3 كيلومترات لمختلف فئات الهجن، إضافة لإقامة شوطين لركض العرضة. السباق العام للهجن والذي يأتي ضمن فعاليات المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية للموسم 13 2015-2016 والذي ينظمه شؤون البلاط السلطاني ممثلا بالهجانة السلطانية، انطلق هذا العام بمشاركة واسعة من أصحاب وملاك الهجن من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة. فهذا السباق يعطي نشاط زيادة لأصحاب الهجن، لأن في جوائز سيارات وفي أيضا تسعيرة لشراء بعض النوق التي يعني تيب توقيت طيب إن شاء الله، وفي أيضا حضور كبير. اليوم الأول تضمن إقامة 17 شوطا لفئة حجايج البكار والقعدان لمسافة 3 كيلومترات، امتازت بالإثارة والتشويق، عكست مدى الاهتمام والرعاية التي يوليها أصحاب ومربي الهجن للمحافظة على هذا الموروث العريق. المضمر أو مالك الهجن يحافظ الأول على المطية، وثاني شيء يحافظ على شرف الناموس في سواء داخل السلطنة أو خارج السلطنة. هذا السباق سيكون فرصة مواتية لأصحاب ومربي الهجن للوقوف على جاهزية نوقهم والتي سيشارك بها في كأس الخليج لسباقات الهجن والذي ستستضيفه السلطنة أواخر نوفمبر المقبل. على مدار 3 أيام ستتواصل الإثارة هنا في هذا الميدان وسط مشاركة واسعة من أصحاب ومربي الهجن من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة. عبد الله بن عامر الويهي من ميدان الفليج لسباقات الهجن ولاية بركة محافظة جنوب الباطنة. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس الصومالي.
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يبحث الوضع في سوريا مع ديمستورا. أرى أن دور السلطنة مهم جدا، ولهذا السبب فأنا دائما في تواصل مع معالي يوسف بن علوي. مجلس البحث العلمي يعلن نتائج البحوث الفائزة بالجائزة الوطنية للبحث العلمي ومسابقة الابتكار الفردي. مجلس الشورى ينتخب رئيسه ونائبيه يوم الأحد المقبل في جلسة استثنائية علنية. وتابعتم في أخبار المحافظات ملتقى التواصل الاجتماعي الرابع يناقش في ولاية صور دور الأسرة في التوظيف الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي. فترتنا الإخبارية انتهت، شكرا لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.